السلام عليكم متتبعين خياطة وإبداع، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير بألف خير إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة فصالة السروال. سبق لي فصلت معكم هذا الموديل، وفي الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة فصالة ديال السروال. الثوب اللي شطلينا غادي نتنيوه على أربعة، وأول حاجة غادي ناخدو غادي نهبطو بثلاثة سنتيم. ثلاثة سنتيم البنات غادي نحتاجوها في القطعة ديال الخلف، كانت راسي واحد الطرف بحال هكا. وكناخدو الدورة ديال الحزام وكنزيدو عليها 8 سنتيم، و 8 سنتيم كنقسموها على أربعة حيت كنخدمو في هاد السروال غير بالربع. عندنا التوب نتني على أربعة، غادي نخدمو غير بالربع. وعندنا في الخيط المطاطي 2 سنتيم، وغادي نزيد عليها 5 سنتيم، هي غادي نهبط ب7 سنتيم. وغادي نطراسيها كلها هكا ب7 سنتيم حتى للطرف. كنقسم 7 سنتيم في النص، وكنبدا نهبط بالطول ديال الحزام. هنا غادي نهبط في الطول ديال الحوض 28 سنتيم. غادي نجي للدورة ديال الحزام، غادي ناخد القياس اللي عند الدورة ديال الحزام كلها، وغادي نزيد عليها 8 سنتيم، وغادي نقسمها على أربعة حيت كنخدمو غير بالربع. ونفس الطريقه غنديروها للدوره ديال الحوض، غادي ناخذ الدوره ديال الحوض كلها ونزيدو عليها 4 سنتيم ونقسموها على أربعة، دي نطلع 9 سنتيم، ونخرج ب9 سنتيم. وغادي نطراسي الدوره بحال هكا. من بعد ما غادي نفصل السروال ديك الزيت، غادي نحيد الامام عن الخلف ونعدل الدوره ديال الامام. الطريقه ديال البنات كتجي سهله، التوب متني على أربعة. والمره الجايه ان شاء الله غادي نفصل معكم الطريقه ديال السروال التوب متني على 2، وكنهبط في الطول ديال الركبه 56 سنتيم. وغندير في العرض 18 سنتيم، وسنتيم ديال الخياطه 19 سنتيم، ونفس القياس غنديرو لتحت في الرجل، سواء غندير فيه 18 سنتيم، وسنتيم ديال الخياطة هي 19 سنتيم. في الطول ديال السروال درنا 95 سنتيم، جوج سنتيم ديال الخياطة. درت في اللصاق ديال السروال درت فيه 18 سنتيم، وزدت سنتيم ديال الخياطة 19 سنتيم عفوا. من بعد ما كنفصلوها كنحيدو الامام عن الخلف، وفي القطعه ديال الامام كنعاودو ندخلو فيها ب5 سنتيم.
كنخليو التم 2 على 4 وكنقادو القطعة ديال الأمام. كنجيو في طراسين الدورة ديال الحوض كنطلعو 5 سنتيم وكنعاودو نخرجو 5 سنتيم وكنطراسيوها بحال هكا. كنحيد واحد 2 سنتيم من اللي كنا زيدناه 2 سنتيم حيت القطعة ديال الخلف كتكون كبيرة على القطعة ديال الأمام. وكنحدد المنتصف ديال السروال كنعاودو نطلقوها بحال هكا. كنحيدو القطعة ديال الأمام عن القطعة ديال الخلف وهنا الفوق البنات في القطعة ديال الأمام كنحيد 1 سنتيم كنحيدو ديك 2 سنتيم في القطعة ديال الأمام اللي كنا زيدنا في القطعة ديال الخلف حيت القطعة ديال الخلف كتجي كبيرة على القطعة ديال الأمام. كنجيو ديك 3 سنتيم اللي كنا درنا في الاول كنحيدوها من القطعة ديال الامام وكنخليوها غير في القطعة ديال الخلف. في القطعة ديال الامام كنحيدوها كلها من بعد ما سالينا المفصلة غادي ندوزو للخياطة. نفس السروال البنات غادي نلصقوا القطع ديال الامام بجوج والقطع ديال الخلف بجوج وغادي نخيطوهم ومن بعد غادي ندوزوهم نلصقوا القطعة ديال الامام مع الخلف. بعد ما خيطنا القطعة ديال الأمام غادي نخيطو القطعة ديال الخلف. بعد ما سالينا الخياطة بالقطعة ديال الأمام والقطعة ديال الخلف غادي نجيبهم غادي نلصقهم القطع بجوج بحال هكا وغادي نبداو الخياطة من الوسط وغادي نخيطو النصف الأول ونرجعو نخيطو النصف الثاني. بعد ما خيطنا النفس الاول غادي نخيطو النفس الثاني بنفس الطريقه غادي نخيطو. بعد ما سالينا بالخياطة غادي نجيب الخيط المطاطي غادي عندي في الطول ديالو
30 سنتيم، غادي نخيطهم من الطرف بحال هكا. وكنقلب السروال على الوجه ديالو، والخيط المطاطي كنخيطوه على الوجه ديال الثوب. ومن بعد فاش كنبغيو نقلبوا الخيط المطاطي كنتنيوه للداخل. كتقسموا الخيط المطاطي في النص وكتشدوا بالدبابيس في الخياطة، ما يعذبكمش. كتخيطوا النص الأول وتخيطوا النص الثاني، كتجيكم سهلة. وكنخيطو هكا على الطرف. انا خرجت واحد شويه الثوب حيت ما عنديش السورجي، داكشي علاش خرجت واحد شويه ديال الثوب. كنخيطو كامل هكا على الوجه ديال الثوب. فاش كنبغيو نتنيوه كنتنيوه للداخل. الطريقه ديال البنات كتجي سهله. بعد ما سالينا بالخياطة كنتنيوه المرة الأولى، كنعاودو نتنيوه المرة الثانية بحال هكا، وكنخيطو عادي. كنبقاو نتنيو للداخل وحنا كنخيطو. بالنسبة للثوب، بزاف ديال البنات سولوني اين الثوب. سمحوا لي ما ذكرت لكمش الاسم ديال الثوب في الاول. الثوب هذا ديال الريحانة، وكاين كيجي بالثوب ديال الكريب، الثوب ديال العبايات، حتى هو كيجي بيهم. بعد ما سالينا بالخياطه كتجي الخياطه بحال هكا، كتجي مفينيه. بعد ما سالينا بالخياطه غادي ندوزو نتني واحد جوج سنتيم في العطفه ديال السروال. هنا انا تنيت سنتيم الاول، وغادي نتني سنتيم الثاني. نتوما الا كنتو دايرين غير سنتيم كتنيو نص سنتيم، كتعاودو تنيو نص سنتيم. ولا كنتو دايرين السورجي كتنيو غير سنتيم. ونفس الطريقة درتها للرجل الاخر. بعد ما سالينا كيجي البنات بحال هكا، وكيجي في اللبسة بحال هكا اون سومبل. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون استفدتوا فيه. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامة عليكم.